صباح الخير سميرة، صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله جميع غندير واحد الوصفه ثلاثة في واحد، يعني هي وصفه متكامله خصنا نديروها بالترتيب، وفيها ثلاثه الوصفات اللي هما صغار باش نعتنيو بالجمال والصحه ديال اليدين ديالنا، وعلاش لا نديرو حتى الرجلين ديالنا. دونك كما كنعرفوا في هذه الحاله ديال البرد ولا فصل الشتاء، وكاين هذا البرد بحال هكا كينشفونينا عفوا اليدين ديالنا، فحنا غنديروا هذا لاغوتين. وصدقوني اليوم اغلب المواد من الكوزينه ديالنا ولا المطبخ ديالنا، يعني ما عندكم حتى شي عذر انكم ما تستعملوهاش. الوغ ليطاب الاولى ولا المرحله الاولى شنو هي؟ غناخذوا الماء يكون دافي ولا شويه سخون. غير هذه الوصفه الله يعطيكم السر، اللي يديها محروقين ولا عندها شي نبيشه ولا شي جريحه ولا شي حبيبه تجنبها، لان غيكون فيها الحامض وغيكون فيها لو كوماج، دونك سي با بون، ما خصناش نديروها. الوغ كناخذوا الماء يكون دافي الى سخون، غادي نديروا فيه نص معلقه ديال الحامض. كما كتعرفوا دائما كنقول لكم انايا حمض السيتريك نتجنبوه الوجه ديالنا ونقدروا نستعملوه البشره ديالنا، فهادي او هذا الفصل او هذه الفتره مناسبه لينا اننا نديروا الحامض، لانه كيعطي او كيبيض كيفتح البشره، ونتجنبوه فصل الصيف. فوالا كنديروا غير معلقه نص حامضه كنديروا في الماء، ما نفرطوش في هذا النص لاننا غادي نستعملوه من بعد. وكنديروا الملحه، عندنا الملحه الحيه تبارك الله، ما عندناش الملحه الحيه نديرو غير الملحه ديالنا ديال المطبخ. دونك كنحركو، انا غادي ندير لكم ديمونستراسيون على يد وحده. دونك كنرطب اليد ديالي بعدا، اولا غادي نخليو يدينا في الماء تقريبا ما بين 3 حتى 5 دقائق، كل ما خلينا اليد ديالنا كترطب كل ما احسن. طبيعة الحال ضيق الوقت في الاستوديو ما يمكنش نخليها 5 دقائق، ولكن غنديروا بهذه القضيه، حنا نستعملوا يدينا بجوج، انا استعملتكم غير يد وحده. دونك من بعد كنمسحوا اليد ديالنا كنشفوها ياك، الناس اللي عندهم ليكزيما الله يعطيكم السر يتجنبوا الحامض ويتجنبوا الملحه، لانها ما كتوالمش المشكل ديال ليكزيما، غادي تحرقكم في يديكم، كيكونوا ديجا لي ما ولا اليدين كيكونوا جيرسي او مجروحين، فما خصناش نستعملوها. كما قلت لكم لا ما يكونش فيها اليد لا حريق لا بوطون لا جرحات لا حتى شي حاجه. الوغ غادي نرجعوا باردون، غادي نرجع نعاود نرجع هذا الاناء غنستعملوه باش ما نوسخش لو بلون ترافاي ديالي. غنجي دابا غادي ندير لو كوماج، لو كوماج غادي نديرو بالنص اللي بقى ليا ديال الحامضه، غناخذ سكرون بودغ ولا سكر سنيده ياك، نعمر هذا النص حامضه ديالي وغندير الكوماج بحالو بحال لو ميم برينسيپ. البشره ديالنا نفسك شويه، البشره ديالنا قبل ما نديرو ليها ماسك كنديرو لها كوماج، فاليد ديالنا الجسم ديالنا كلشي غادي بهذا لو برينسيپ. نديرو حتى في الصبيعات ديالنا ولا الضفار ديالنا، لان الحامض كيبيض الضفار. نبقاو على هذه العمليه حتى نحسو بانه غادي نشل اليدية، تقريبا واحد 2 مينوت جوج دقائق حتى 3 دقائق. غنعاود نمسح اليد ديالي، ومن غسل يدينا دائما نبداو نمسحو ما بين الصباع لا يدينا ولا رجلينا باش ما تجيناش ليكزيما. كنحيدو هاد لو بول صافي ساليت منو. غناخذ دابا غادي ندير لو ماسك، لو ماسك زوين ساهل وكيعطي واحد الافاده، ونديروه حتى رجلينا راه غادي تشوفوا الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. الوغ المكون الاساسي هو الخرقوم البلدي، دائما كنقول لكم واحد الكلمه، دائما نطحنوا الخرقوم على تحت يدينا. شنو هي؟ يعني ناخذوا الخرقوم عرق ولا عرق ونطحنوه في البيت ديالنا او عند العطار، لان بعض الاحيان الا خديناه مطحون كاين بعض الناس الله يهديهم كيخلطوه بالملون الغذائي، فهو خصو يكون طبيعي باش يعطينا النتيجه ديالو. دونك غناخذ معلقه على حساب يدياتي بجوج ديال الخرقوم البلدي، غناخذ الحليب، ما عندناش الحليب نديرو ياغورت طبيعي اللي عندنا اللي موجود عندنا في الدار، يعني ماشي اون اوبليغاسيون، غير باش نغذيو اليدين ديالنا، لان فصل الشتاء ولا فصل البرد كينشفوا لينا اليدين ديالنا. غناخذ معلقه ديال زيت الكوكو،
بغينا نديرو بيغ دو كاريتي زبده الشيه اللي عندنا نديروه. دونك غنعاود نزيد الحليب، الحليب ناخذو شويه بشويه نحصلو على اون بات ولا ان ماسك. غنخلط معلقه صغيره باش نتحكم كما كتشوفوا. موجود عندنا العسل، نديرو حتى العسل الا بغينا، حتى هو مفيد انتيسيبتيك مطهر. غنزيد واحد شويه ديال الحليب، دونك الحليب على حسب الكميه، يعني على لا تيكستور. عندكم ميزانكم، عندناش حليب نديرو الياغورت طبيعي كما كتشوفوا. كنحسو على ماسك بحال هكا وكنديروه بيدينا ولا بفرشات، انا غنديرو هكا كنديروه ماسك على يدينا مزيان. تقدروا ديروا حتى الازواج ديالكم، الاباء ديالكم، خوتكم، يعني هادي سي ان سوان لي يعني كيجي للرجال والعيالات، ماشي مشكل. كما كتشوفوا كنخليوه 15 حتى 20 دقيقه. فوائد الخرقوم كتعرفوها، كيبيض، كيفتح، كينقي البشره. زيت الجوز الهندي هو كيغذي، حتى هو انتيسيبتيك عفوا او مطهر ديال اليدين. والحليب حتى هو راه مغذي. دونك بحال هكا ومن بعد كنغسلوا يدينا. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، راها سهله. ونشوفكم ان شاء الله على خير.